قال مصر في شركة اتصالات إن الطلب المسبق على تليفون أبل الجديد آيفون 5C ليس كبيرا، كما أن حجم المعروض منه جاء مخيبا للأمل. وكان شركة أبل قد كشفت النقاب الأسبوع الماضي عن أحدى طرازين من آيفون، وهما 5C المزود بظهر من البلاستيك والذي يتميز بتصميمه وألوانه الزاهية، وهي المرة الأولى التي تبتعد فيها أبل عن إنتاج هواتف باهظة الثمن، والآخر الأعلى ثمنا وهو 5S.